خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة افتتاح دور الانعقاد 61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المتضمن جلسات مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني للبحرين والتقرير الأول لمصر، وده في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق. النهاردة هينطلق المؤتمر اللي بتنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجامعة البريطانية بالقاهرة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، وده بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال. وبيعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبيتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر. النهاردة هيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي ميهول مارتن اللي بيقوم بزيارة للقاهرة، وبيتناول اللقاء اللي بيعقد بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات اللي بتربط بين مصر وأيرلندا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لاسيما الحرب في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي سموحة مع بلدية المحلة في تمام الساعة 4 عصراً، وفي 7 مساءً هيلتقي فاركو مع المصري.